خويا حسين مرزوق عميد بالديوانة التونسية، أكثر من 20 سنة خدمة، شهيد معلقة وسام شرف من عند رئيس الجمهورية. حسين خويا تعدى أعلى المراتب، إلى الآن وصل اليوم عميد بالديوانة اللي هي أعلى رتبة بالديوانة. حسين مرزوق وقع الزج به في السجن من طرف كناترية ومهربين وفساد عن طريق مرتزقة، ناس مرتزقة، ناس عطاوهم الفلوس باش يزجوا باسم حسين على خاطر مقلقهم حسين مرزوق. اللي زجوا به هذوما في السجن ناس خذت فلوس، وقت اللي خذت فلوس حسين كي سمع باسمه معناتها مكتوب، حسين مشى يسلم روحه، ما تقبضش عليه. انسان يمشي يسلم روحه معناتها ما اكثرش من الشجاعه هذيك، معناتها انسان عارف روحه نظيف، عارف روحه نظيف. لو كان انسان جاي فاسد يمشي يسلم روحه؟ ما يسلمش روحه. مشى يسلم روحه، ومن اللي وقت اللي سلم روحه توا بريسك 27 شهر، 27 شهر واحنا مرمدين من بلاصه لبلاصه، من بلاصه لبلاصه، من الاستئناف للدير 3 ايام للتعقيب، اخرها توا درنيير ما الدوسي نتاعو 6 شهور نلوجوا عليه ما لقيناهش. الدوسي نتاع حسام وقت اللي تجي باش تتعين له جلسه يرقدوا عليه، اللي يحطوا من لوطه واللي يحطوا غادي واللي يقول لنا الدوسي مش موجود. فما ايدي خفيه من غير ما نذكروا الاسامي، فما ايدي خفيه قاعده تتحكم في القضاء وقاعده تتحكم في دوسي خويا. اني اليوم نقول لهم هزوا يديكم، راهو ظلم، راهو ظلم. انا نحب رئاسة الجمهورية تسمع باللي صاير، تسمع بقضية حسين مرزوق. النداء من هنا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، شوفوا القضاء، شوفوا الناس المظلومة، شوفوا الديوانية اللي مظلومة، مش كان ديوانية، فما برشا ناس مظلومين، ماهيش الديوانة هي الوحيدة، الدولة الكل يتمسط. شنو معناتها أنت ديواني يجيك ناتر يتكلم عليه تحطه في الحبس من غير أدلة؟ أعطيني القانون، طبق القانون، أما مش هكاكة، مش هكاكة. 27 شهر مازال من دون محاكمة؟ من دون محاكمة، محجوز من دون محاكمة، أشاك فوا يتلعبوا بالقضاء ويتلعبوا بكل شيء وإحنا نتبعوا فيهم، هاو تعقيب، هاو ما نعرفش شنو، هاو الدوسي غلط، هاو إحالة، هاو ما نعرفش شنو، تلاعب بالقضاء وتلاعب بالملف نتاع خويا. وإني من قدام وزارة المالية نقول لهم إيقفوا ومش نوقفوكم عند حدكم، ومن هنا نوجه نداء رئيس الجمهورية، شوفوا القضايا نتاع الديوانية، راهو ماهوش معقول اللي قاعد يصير في الديوانية، راهو ماهوش معقول. خويا مبلغ عن الفساد، هيك علاش وقع الزج به في السجن. خويا قبل ما يتوقف بشهرين قدم ملفات فساد، وقت اللي قدم ملفات فساد إلى يومنا هذا الملفات هذه مازالت ما تحلتش. أني لهنا نقول نقطة استفهام، الدوسيات اللي قدمها خويا ويني؟ اللي قدمها حسين مرزوق ويني؟ علاش قاموا بالزج به في السجن؟ علاش حسين في السجن ألوركو اللي معاه البرة؟ نجموا نفهموا اللي خوك دخل السجن او توقف على خاطر كشف خبايا وكواليس في الديوانة وملفات فساد في اي مجال، ملفات كبرى. اي هذاك علاش وقع الزج به في السجن، وعلاش العباد هذيا خايفه من حسين مرزوق لا يخرج، وعلاش موقفها معاه حتى حد، موقفها معاه حتى حد، الاداره نتاعو تنكرت له، ما وقفتش معاه. يعني اخوك لو يخرج اليوم باش يكشف برشا ملفات وبرشا فساد؟ ما نجمش نقول لك الكلام هذايا، انا ما نجمش نقول لك، انا نخاف على خويا توا هو غادي، انا نخاف على خويا توا هو غادي، انا ما نجم نقول لك حد شيء. انا اليوم طالبه انه حسين تتعين له جلسه ويتحاكم بالعدل، اذا كانوا مدين دينوا، اذا كانوا بريء تخرجوا. خوك انت توا؟ نمشي نشوفه مره في الجمعه، وعنا الحق توا زوز من الناس برك. نشوفوه مره في الجمعه ربع ساعه، تليفون وسيريكود، زياره مباشره ما يعطيوناش، خايفين منه لا يعطينا معلومات ولا حاجه. باش تزوروا عائلته مرته وبناته مرتين توا في العامين، الوركو هو اي موقوف ولا اي واحد مسجون عندها الحق عائلته تزوره مره في الشهر زياره مباشره. يعني حتى باش تزوروا يخافوا لا يعطيكم معلومات ولا حاجه؟ مباشرة ما تقبلوش؟ لا حتى مرة ما قبلتوش، حتى مرة اني خويا، حتى مرة ما قبلت زيارة مباشرة، حتى وين نعملوا مطلب للوكيل العام يرفضهولنا. الكلام اللي تحكي فيه كلام خطير برشا؟ نعرف اي كلام صحيح، هذايا راهو عايشينه في تونس، احنا عائلة حسين مرزوق عايشين المظلمة هذيا في تونس، اي في تونس عايشين. احنا نقعد ربع ساعة نقابلوه حسام وتليفون وسيريكوت، ربع ساعة حسام نقابلوه، واحنا خايفين عليه غاديكا زاد، واحنا كلمنا منظمات وكلمنا المحامين وهيئة المحامين حتى واحد ما مشالو على خاطر جاتهم أوامر، ما حبوش يمشيلو، مشينا هيئة التعقيب، هيئة حقوق الإنسان واحد وكل شيء، حتى إنسان ما باهي يمشيلو على خاطر اللي نتصلوا به يكلموه يقولوا له ما عندك من تمشي. كلام صحيح راه،
ومستعدة نواجه الناس الكل، مستعدة نواجه الناس الكل. كلامي صحيح، فما أطراف سياسية زادة دخلت في دوسي حسام وذكرت اسمه ونكلت به الأطراف السياسية، هذه غلطة 100%. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى تثبت إدانته. ما تنجمش أنت تسمع من طرف وما تسمعش من طرف آخر، في جل الحالات لازمك تسمع من الطرفين. أنا نجي نشكيلك أنت تسمع كلامي ألوركو أنت ما سمعتش اللي شكيت به أني، لازمك تسمع من الطرفين. الأطراف السياسية هذه قارية قانون، قارية قانون. نورمالمون قبل ما تذكر أسامي وتشهر بهم تقرا النصوص بالباهي، تقرا النصوص بالباهي، خاطر الأطراف هكية عندها عائلات وراها، عندها أولاد وعندها بويات وعندها أمهات وراهم. وقت اللي هما شهروا بخويا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وإحنا اليوم عاد ساكتين على حق حسام، وإحنا هنا باش نظهروا حق حسام. أنت والد حسام، حسام مرزوق اللي كما حكيت عليه اخته، قالت تعرض لمظلمه كبيره، جاء باش يكشف ملفات فساد، يا اخي قبضوا عليه. شف شف وقدمهم لهيئه مكافحه الفساد. تم رفضه. لا الدوسيات خذوهم رقدوهم وتم رفضه، وتلفيق له تهمه من القناطريه المذكورين في الملفات بتاع الفساد اللي قدمهم، عمل اصلاح للديوانه في مقاومه الفساد، وصل لرئاسه الجمهوريه في عهد المرحوم الباجي قايد السبسي، ووقع تشريفه بوسام شرف، بوسام شرف. وهيئه مكافحه الفساد عام 2019 تسند شهاده الى ان اداره الديوانه انظف اداره في الجمهوريه التونسيه. واليوم الاطارات العليا نتاعها والكفاءه اللي كيما ولدي قاري باك بلوسات، ندبت قد صبري في الدنيا اللي دخلته للديوانة. يا ليلته ما دخل لها وما قراش في الديوانة باش ما يزرانيش هك، ومرته ملوحة وزوز بنات، واني وامه في حالة 5 شهور نعيدوه مراقدين. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حاجز لي ابني. عمركم شي تسمعوا برئيس محكمة يحكم بالحجز على مواطن تونسي؟ أني نعرف الحجز لآلة جريمة، نعرف الحجز لممتلكات، أما حجز بشر في دولة قانون؟ أنا قانون اللي تحدث لي عليه. اليوم قرابة 3 سنوات ولدك من دون محاكمة. 27 شهر بالضبط، ولدي محجوز، والدوسي بتاعه 6 شهور توا مخبي، ما خرجوا المحامي إلا بجهد جهيد. مخبي حاطينه تحت الرفوف. تتصورش انت بعد الابحاث اللي ما قاو فيها حتى شيء يخبيوا له الدوسي باش ما يخرجوهش. 6 شهور واحنا نجريو باش نخرجوا الدوسي، والمحامي يجري من بلاصه لبلاصه باش يلقاه، على خاطر الدوسي بتاعه فارغ ما فيه شيء. اذا كان فيه يا خويا اربط احكم، اعطيني محاكمه. انت ماك شددني انت توا غاززني 27 شهر يا رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. تعبوك في ولدك ظلموك. مش تعبونا، اكبر تعب ل3 عائلات. ان ما قلتش 4، ولدي لو كان جاي عامل حاجه راهو هرب. نقول لك الحقيقه، عنده اخته في فرنسا، عنده اخته في امريكا، راهو هرب ومشى ما قدمش روحه، مشى وحده سلم روحه. مشى وحده قدم روحه، لا جاوه بوليسيه ولا جاوه حرس ولا جاوه ديوانه هزوه من الدار. وحده مشى قدم روحه. تي ولدي حاطينه في التعاونية متاع الديوان، في الديوانة جمدوه يعني. الإدارة بتاعه ما وقفتش معاه بتاتا. طلباتك شنو تطلب بالضبط؟ طلباتي يا أخوي تعيين جلسة، طلباتي تعيين جلسة لولدي. يا أخويا كانوا مدان أربطوا، كانوا باري سيبوا، هذاكش طالبين. قبل من موت أنا ما شفتوش، ما نجمش نمشي له ولدي، ما نجمش نشوفه. أنا نحب ولدي يجيب حذايا على الأقل. علاش؟ وقف ما شفتوش 3 سنين. مشيت مرة باش ما نكذبش عليك، مشيت مرة، مرة وحيدة مشيت، ما نجمتش، قلبي وجعني. رقدت شهر مريض، خاطر ريت ولدي بطل فهمتوا؟ لا ريته معناها في السجن. البطل في بلادنا يتحاسب ويولي مجرم. يتحاسب والمسخ في بلادنا يترقى. هذيك دولة تعدم. هذيك الدولة بتاعنا. أنا كلم فيك، أنا من رجال التعليم، خدمت 37 سنة في تربية الأجيال. معلم يا عمي، معلم برتبة أستاذ تعليم ابتدائي. وكونت أجيال، ما هي أجيال، من المحامين للطب. أنا عندي أولاد قراوا عندي طب في فرنسا تو، مش في تونس. هربوا لفرنسا لأن بقاو قدرهم غادي وقاو كل شيء. هنا ولات الدولة ولات معناها متاع ظلم ومتاع قهر. مش ديمقراطية، نتشدقوا بالديمقراطية ونحن لا نملك من الديمقراطية أي شيء.
قلنا عملنا ثورة أصبحت فوضى. أصبحت فوضى. اليوم عندك ثقة في القضاء باش يأخذ لك حقك؟ إن شاء الله أتمنى. بعد رحيل رئيس الحكومة الأول اللي قبل السيد ياسر الفخفاخ، لأنه هو كان طرف رئيسي في ملف حسين. يوسف الشاهد؟ نعم يوسف الشاهد. يا نعم يوسف الشاهد، يعني هو عنده نعم يوسف الشاهد وأطرافه من المستشارين الذين لهم قرابة، وصيلة قرابة بأعضاء في إدارة الديوان، هم اللي كانوا طرف في ملف حسام ابن، ملف ملفق، ملف معناها متاع غدر، متاع خيانة، متاع ظلم. ارفعوا عنا هذا الظلم، حسبي الله ونعم الوكيل.